قرر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عبد المنعم البنا إزالة التعديات الواقعة على أراضي الدولة بمنطقتي المغرة بمطروح والعجمي بالإسكندرية. وأصدر الوزير قرارا وزاريا ينص على إزالة كل التعديات الواقعة على الأراضي الخاصة بالإصلاح الزراعي بالمنطقتين السالف ذكرهما، نظرا لكونهما منطقتين تم التعدي عليهما دون زراعتهما. وأكد البنا أن ذلك يأتي في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإزالة التعديات كافة الواقعة على أراضي الدولة، خاصة المساحات غير المستزرعة، وذلك حفاظا على هيبة الدولة وتأمين غذاء المصريين.